ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنلعب لعبه بابجي موبيل وانا اللي اول على الطياره، والنهارده هنجرب التحديث الاسطوري. بس المسجل فصل وانا بدخل الدور اصلا، تمام؟ ما لحقتش يعني، المسجل فصل. تمام، النهارده هنلعب نجرب التحديث الاسطوري الخارق، تمام؟ وهنستكشف كل حاجه، مش كل حاجه يعني، هنستكشف يعني. تمام، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك وسبسكرايب. تمام، شفتوني بقى طلعت الاول على الطياره ازاي؟ ايه رايكم بقى في الباراشوته؟ حلو قوي صح؟ يلا ننزل. كنت عاوز انزل على السطح، مش مشكله، يلا موافق عشان اللعبه بتعلق بسيط يعني. انا هقول لكم حاجه بقى، اللي انا عمري ما بسمع اي حاجه في اللعبه، انتوا بس اللي تسمعوا اللعبه، لاني انا بسجل بصوتي. انا بسجل بصوتي، ولما بسجل اخلي صوتي يطلع، ما مش بسمع اي حته في اللعبه، اي حاجه ابدا. فيلا اقول بيت اللوك. خلونا ناخد السلاح ده. يلا في حد. تعالى يا جبان. ده حقيقي، ده كان صح. انا بس بعرف من مشية الاقدام، ده حقيقي اللي قدامي، ده حقيقي. اوعى يضربك، انا معيش قنبلة، معايا قنبلة دخان ملقاش اي 60 لازمة معايا، بس هي بس يعني بتخلي الاعداء ما يعرفوش يضربوني اوي. اخد حاجات الواد ده، انا حاسس انه يضربني. في السطح صح؟ بس لما سمع عني مفيش علامة فقدان. خد بسرعة بسرعة، كمل بسرعة بسرعة بسرعة، بس بسرعة بسرعة. حلو، يلا روح له بالسلاح الحلو ده. هو في البيت ده ولا فين؟ ده مفيش علامة فقدان، اعتقد انه ثابت. ده ايه ده؟ منظر 8، الله منظر 8، واو على طول هكذا، وانا لحقت اصلا، انا كنت لسه داخل البيت. واو الحظ، الحظ الاسطوري ده. اعتقد انه مش في البيت ده، خرج ودخل بيت تاني. شوفه صح؟ خلف خلف خلف، يلا يلا بسرعة. حلو قوي يعني، ملك الباركور، انا ملك الباركور في لعبة بابجي. الشخصية دي متدربة باركور حلو. الصندوق ده ما بيتفتحش، تمام. وحلة، الحلة دي بتحمي ظهري، لو في حد حاول يضربني في ظهري يبقى كده نشكر ربنا، بتحمي 10%. بس بتحمي 10% يعني، لو حد حاول يضربني في ظهري بتحمي ظهري بسيط يعني، لو ما يعرفش. انا اصلا يعني انتوا ما تعرفونيش، انا لما بلعب من غير ما اسجل يعني ولا اي حاجه، انتوا ما تعرفوش انا بخسر بطريقه فظيعه، ولا وبالذات بخسر في اخر واحد، يعني يكون ناقص لي اخر واحد واكسب بخسر حاجه خلص. ايه ده فينك؟ تعالى يا ولد، متعلق ليه كده؟ في حد،
قتلت 3 تمام، قتلت 3 عدد. ثانية واحدة، فين انا اقصى حاجة بصراحة قتلتها مرة؟ كان ساعتها احنا كان من زمان، من سنتين او 3، كنت بلعب انا ببجي من زمان جدا قبل ما اسجل كمان، قبل ما ابدأ اليوتيوب يعني. كنت بلعب وكنت اقصى حاجة قتلت فيها 23. عمري ما عديت 23 مرة تانية في حياتي، يعني هي مرة واحدة وخلاص، ما قدرتش اعملها تاني. ده كان في اكاونت القديم، كان عندي اكاونت قديم، كان كل حاجة عندي زايدة. وفي حد حقيقي صح؟ تمام حلو. طلقات كتيرة، تحسوا كأني لسه أول مرة ألعب ببجي صح؟ تحسوا يعني. قتلت 4، فين الباقي؟ تعالوا لي يا ولاد يا بنات. ما بعرفش اضرب ابدا من غير منظار. طيب خد، انتوا سامعين اي كل حاجه في اللعبه؟ انا ما بسمع، انا مش ما بسمعش اللعبه يعني، لاني بسجل زي ما انتوا عارفين يعني، مش لازم اقول لكم تاني. لا شنطتي اتملت، ما منظار من ياه. واحد يضربك، واحد يضربني. اللقطات تمام. فين الباقي؟ فين شكل شفت حد؟ لا ليه اللعبة بتعمل كده؟ في واحد بوت صح؟ طلقة واحدة على راسه. تعالى، انا مش اسمح لحد يموت. معرفش ده كله بوتات على بوتات، بوتات على بوتات. صدقكم حاجة، ان كل مرة لما اجي اسجل اكسب واخسر، مش بكسب على طول يعني. يلا حلو، وساعات بخسر وبوقف التسجيل عشان بيكون التسجيل مش ممتع وبكون قتل قليل وكده يعني، وفجأة يعني اخسر، يعني مش هيكون الفيديو ممتع يعني صح؟ ساعات بخسر كتير يعني، مفكروش اللي انا طول الوقت ده انتصار. خالص نركب العربية ولا نكمبر؟ على اختياركم. نركب، يلا نكمبر، يلا نركب، مش مشكلة ندق. ديناصور، نروح له ولا ايه؟ خلص خلينا نروح للباراشوت، نشوف ايه الحاجات اللي فيها. انا ما رحتلوش ابدا. اصلا اللعبه بتعدل. ايه ده؟ هو ايه ده؟ النور اللي طلع من السما ده غريبة صح؟ بس يلا ما علينا نكمل. تلاحظوا ان السماء مغيرة يعني ليل صح؟ الدنيا ليل، الدنيا ليل والسماء كده.
بس للناس بيموتوا بطريقة بطيئة كده. حاسس ان انا هعدي عدد كيل. صح، نسيت لخبط، لازم اروح للباراشوت. ايه اللي خلاني اقف هنا؟ اوه العربية دي جديدة دي، ولا حد ركبها وكانت متلونة؟ لا بجد جديدة، الله جامدة صح. بيموتوا بطريقة بطيئة. ايه ده؟ ايه ده اللي انتوا شفتوه؟ اللي انتوا شفتوه ده؟ ايه ده؟ لا بجد ايه ده؟ لا ثانية واحدة، انا هعملها بتاعت صورة المقطع ثانية. لا بجد، لا بجد يا شباب، خليها كده. حلو صح؟ واو رهيبة، رهيبة بمعنى الكلمة. ازاي هي فاتحة ولا بتتصور؟ كنت افكرها بتتساق مع الاسف. مع الاسف، مع اخر اسف بجد. لا ولا هي كده وخلاص يعني، مش فاهم انا. تفكرت الهيلث الكبير، الهيلث الكبير. مع الاسف مش هقدر اروح، مش هقدر اروح لاي حته. انا مش هقدر اروح. تعالى يا ابني. النهارده احنا ايه؟ النهارده احنا في بيت. يلا انا هقعد اعذب فيك، ما تموت في الاخر. مع الاسف، مع الاسف. حزين انا بصراحه، حزين. كان نفسي تكون بتتركب. طب هي تتفجر؟ اعتقد في باراشوت هناك. شكر ربنا في باراشوت. واو رهيب، ايه الحركة دي؟ حركة اسطورية. حركة جامدة. خد بالك بقى، معرفش اسوق انا اصلا. في عربيات بقى في كل مكان. لا 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 ثانية واحدة. ايه ده اللي انا شفته ده؟ ايه ده؟ لا انا لازم افضلها كل حاجة، افضلها 100 من دي ولا ايه ده؟ ايه ده؟ الجواهر دي
اللي يعرف ايه لازمتها يكتب لي تحت في التعليقات، عشان انا ما اعرفش اي 0%، ما اعرفش ايه ده. وفي شفتوا عربيه صح؟ انت شفت عربيه؟ انا حاسس لو انا رحت لده حاسس لو انا رحت لده حد يلقطني. يلا نروح، مفيش اي حد قدامنا. بس مال الاحمر بتاعه مش طالع قد ايه؟ فاكرين اول مره كنت بلعب ببجي كنت بقول في واحد يلا جميل. اوبا حلو قوي. يلا خد السلاح الاسطوري، يلا نركب الباراشوت. قلقان انا، متحمس مش قلقان. هتفجر الحمد لله هنموت. لا نفسي اروح للباراشوت. ازاي لقطني الواد ده؟ قتلت 8 واموت. يا ريتني لو كنت ركبت الباراشوت على طول. ايه ده؟ ازاي شايفني؟ هو ده هاكر؟ هاكر صح؟ يا ابن الهاكر، يا ابن الهاكر، مش هو كان ورا الباراشوتة؟ لا 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 بجد. فين فين؟ تصويب اختراق الجدار، تصويب تلقائي، رؤية أشعة، رؤية أشعة إكس. لا القفز حاليا، تعزيز السرعة، لأن ده ايه ده يعني ما ينفعش. مركبات خطوات صامتة، لاني ما شفتش علامة رجل. ابلاش ده ابن الهكر. كان نفسي اروح الحق يعني اشوف الشطة بتاع ايه ده. طبعا يا شباب هقف لحد هنا، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك. وصل الفيديو ده 10 لايكات، 10 خفيف يعني، خفيف جدا. اوصل الفيديو ده 10 لايكات و اعملوا لي سبسكرايب تمام، عشان يوصلكم كل جديد.